مباراة كويسة جدا، بشكرهم جدا جدا على الأداء والروح جوه المباراة. ما زال عندي بعض الأخطاء، يعني دايما في الماتشات مع الفرق الكبيرة دايما الفريق الأقل أخطاء هو اللي دايما بيكسب. النهارده فريق كوميرو يمكن غلط النهارده جوه المباراة زيي، لكن أكيد أخطاءه أقل منه. هو قدر كمان يستغل الأخطاء بتاعتي. أنا في بعض الأوقات هو كان عنده أخطاء أنا ما قدرتش استغلها بالشكل الأمثل. ضيع ثلاث كميات نزال، ضيع كذا انفراد، تقرب شوية للنتيجة. قلت له ورا بعض ممكن الشوط الثاني أتعلم بيهم. ردوا عليا بجونين، بقى فرق ثلاثة، لأن العملية بقت صعبة شوية. أنا بلعب فريق كبير على مصر كلها متكاملة، فريق قوي، فريق متمرس على إحراز البطولات. إحنا بقى لنا سنة بالظبط، فريق النادي الأهلي المصري بقى له سنة بالظبط ثلاث بطولة بيلعبها، بيحاول يخش في منافسات الفريق السيد، الفريق الأولى، متمرس على لعب البطولات بقى له أكثر من 20 سنة. أنا بحيي فرقتي وببارك الفرقة في النادي الأول كبير. إن شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي. المباراة بتاعت النهاردة كانت بالنسبة لي مهمة، إن أنا أتصدر المجموعة الحمد لله. الحقيقة أنا الفريق الأبيض بس ما شفتوش، يعني أنا باخد كل المباراة كده واحدة واحدة. المباراة الأولى كانت مع فريق أول ونص، وأنت أكيد مش عارف تشوف كويس. إن شاء الله النهاردة هنتفرج على الماتشين اللي هيلعبوا مع فريق الجي إس بي، وأقعد مع فريقي ونتفرج عليهم ونشوف نقاط القوة والضعف اللي اشتغل عليها. المباراة كانت بمنتهى الأهمية بالنسبة لي. يهمني إن أنا هطلع تاني المجموعة، إحنا ماشيين كويس، الأندية أداء كويس، وصلنا ماتشين سيمي فاينال السوبر أول ماتشين النهاردة في المجموعة. بس الفرقتين اللي احنا خسرنا منهم الحقيقه فرق قويه جدا، فرق متمرسه على البطولات، دايما هما اللي بيلعبوا الفاينل بتاع افريقيا سواء سوبر سواء افريقيا من فتره طويله، هما متمرسين على النهائيات. انا فرقتي عندها الرغبه وعندها الاصرار ان هي تكسب البطوله، تخش فاينل كل البطوله. شويه حاجات صغيره قوي نقصانا، شويه توفيق برضه النهارده في خمس ست زي الغاية. ان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. انا عندي ثقه كبيره جدا في اللعيبه بتاعتي، هم كمان مش مقصرين خالص. الاخطاء ده شيء طبيعي جدا وحاجه طبيعيه جدا في اللعبه بتاعتنا. ان شاء الله اللي جاي باذن الله هيبقى افضل ونحاول نوصل للسيمي فاينل وربنا يكرمنا باذن الله. يعني ماتش النهارده ومباراه الابيض يعني سهلوا لي الطريق شويه للمباراه النهائيه، لكن ماتش النهارده انا المفروض ان انا تكسب المباراه الجايه اللي هي فرقه مباراه الابيض عشان هلعب في السيمي فاينل مع في البيت. الماتش برضه هيبقى طويل جدا في السيمي فاينل، اكيد لو انا كنت كسبت النهارده كان ممكن ياثر شويه، لكن الحمد لله ان شاء الله هخلص الاول مباراه الابيض من الاثنين خطوه بخطوه. كان نبتدي نلعب مباراه من 8 كده نفكر في